السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة جديدة، ليمون مفروم، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوني دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا اي كمية ليمون احنا عايزينها. انا عملت ربع كيلو تقريبا ليمون، 2 جزرتين، 2 فلفل احمر، معلقة كبيرة عصفر، معلقة حبة البركة، معلقة شطة، معلقة كبيرة ملح، معايا كوباية الا ربع زيت. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنجيب اول حاجة الليمون، هنقطعه مكعبات صغيرة ونشيل منه البذر عشان ما يديناش مرارة. تاني حاجة الجزر، هنبشر الجزر. هنجيب الليمون والجزر اللي بشرناه، هنقلب كل الحاجة مع بعض. والفلفل، الشطة حسب الرغبة، حسب ما بتحبوا الحاجة حراقة ولا لا، والملح. هنقلب المكونات مع بعض. جبنا المفرمة هنحط فيها المكونات اللي احنا جمعناها كلها مع بعض، فلفل والليمون والجزر. ده شكله بعد ما ضربناه، بصوا حلو ازاي، استفدنا بقشر الليمون وكل حاجة. هنبتدي نضيف له الزيت. كده وصلنا لنهاية الأكلة، ليمون مفروم. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة.